السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده هنتكلم فيها ان شاء الله عن ديفران، او بمعنى اصح ابداع راس بلوت انيميلي والتحول من شخصيه ياماش كوشوفالي لديفران. فالحلقه دي هنتكلم فيها عن تقريبا كل المشاهد اللي راس بلوت انيميلي ظهر فيها في مسلسل عبقري في الحلقه الاولى، ومشهد واحد من اعلان الحلقه الثانيه. فلو انت من محبي راس بلوت انيميلي هتستمتع جدا بالحلقه دي زي انا كده ما هستمتع. ولو انت بقى من طائفة اللي ما بتحبش أراس أو مفكر وشايف إن احنا بنديله أكبر من حجمه، فيعني يا حاجة من اتنين، يا تقفل الحلقة وما تتفرجش عليها، يا ما تتفرج عليها، لأني بالفعل هثبت لك إن أراس بلوت إنيميلي ممثل ممتاز وممثل مختلف عن جميع الممثلين اللي أنت ممكن تشوفهم في حياتك. وأنا يعني الكلمة بقولها أقصدها في حياتك ككل، في العالم كله، ممثلين أجانب وممثلين كل الفئات، فعلا هو ممثل مختلف وبشكل كبير، وممثل جوكر وبشكل كبير. فيلا بينا كده نبدأ في حلقتنا النهاردة ونشوف واحدة واحدة. مبدئيا اخر دور اراس بلوت انيميلي عمله خلينا نقول هو الحفره، في حاجات تانية عملها، مع ان اصلا الموضوع انا مش محتاج ان انا كان ممكن نعمل الحلقه دي اصلا على فيلم مثلا زنزانه 7 والحفره، لان زنزانه 7 اتصور في وقت الحفره، فده يعني مش عارف الناس اللي بتكره اراس او مفكره ان احنا اوفر فيه او بنطبل له، يعني مفكرين كده ازاي اصلا؟ يعني انت لو اتفرجت على الفيلم مع الحفره كده تزامنا مع الموسم الثالث للحفره هتشوف العبقريه في التمثيل الاختلاف ما بين شخصية في زنزانة 7 وشخصية ياماش كوشوفالي. بس خلينا بس من حلقة واحدة نشوف كمية الاختلافات او التشابهات في المواقف مع اختلاف الاداء الرهيب المصدق ليك انت كمشاهد موجود ازاي. مبدئيا نشأة ياماش كوشوفالي، الراجل ياماش كوشوفالي نشأ في وسط دم، الراجل اصلا طفش من عيلة بسبب ان هو قتل واحد، فواحد نشأ في وسط دم فاكيد رياكشناته وغضبه هتكون مختلفة تماما عن واحد نشأ في بيئة طبيعية جدا، بيئة عبقرية، بيئة كلها يعني نقاء، بيئة نقية، بيئة بيور. فنشأة واحد اصلا في الدم مع نشأة واحد بيور اكيد ردود الافعال وردود الغضب هتكون مختلفة تماما عن ردود الافعال الواحد اللي نشأ في بيئة طبيعية. دي لازم نحطها في الحسبان لان ده هي العامل الاكبر للحلقات او للاداء اللي احنا هنتكلم عنه او لاثبات الاداء اللي احنا هنبقى عنه. فاكيد نظرة الغضب هتبقى مختلفة عن نظرة الغضب. خلينا بقى نبدأ واحدة واحدة ونشوف مشاهد واحدة واحدة في حلقة العبقري ونقارنها بردود افعاله ونشوف ردود افعاله في الحفرة كانت عاملة ازاي. مبدئيا النظرة حتى مختلفة، الضحكة حتى مختلفة عن ضحكة ياماش كوشوفالي، والله حتى المشية بتاعته في الحي مختلفة عن مشية ياماش كوشوفالي. شوفوا كده معايا، على فكرة انا هخاطر بالحلقة دي كتير جدا لان هنزل المشاهد بقى ايه حقوق ملكية مش حقوق ملكية، اللي يحصل يحصل، انا مستمتع بالحلقة دي. شفنا كده ايه ضحكته كده بعد ما تليفون اخورا، شوف كده ضحكة عاملة ازاي، والله ضحكة يعني بتدل على الشخصية. طبعا هي الشخصية خد بالك ان ديفران عنده 27 سنة بس، يعني هو بيأدي دور وشاب عنده 27 سنة، فشوف حتى الضحكة عاملة ازاي، ضحكة مختلفة، ضحكة عبقري فعلا، واحد معجون في العلم. حاجة تانية نظرة الترقب بتاعته الاسماء، بص معاه النظرة عاملة ازاي كمان، وشوف تابع نظرات الحفرة ونظرة الترقب مثلا لسنة، نظرته الافسون مختلفة تماما، يعني حاجة مختلفة. مع مثلا الابتسامة لأسماء برضو نفس الابتسامة، نفس المواقف ولكن الابتسامة مختلفة، شخصية تانية خالص، تحس ان هو ممثل تاني خالص اللي بيبتسم. نظرات عينه بقى في الشاشة، نظرات عينه هو بيكتب المعادلة بتاعته، لا عبقرية عبقرية. في المؤتمر الصحفي هو بيتكلم عن ابوه، بيتكلم بطريقة متلعثمة كده، طريقة التلعثم في الكلام مع نبرة صوته، ايه ده يا جماعة، لا جبار جبار، طريقة بيبين لك ان هو قد ايه مجروح من ابوه، في نفس الوقت هو بيتكلم عن ابوه ان هو خد العبقريه دي من ابوه. مع مشاهد الفلاش باك دي اخراجيا هنعمل حلقه عن الاخراج لوحدها يعني، فالتلعثم في الكلام ده كان رهيب. الروح بتاعته في الحي وهو ماشي في الحي، نفس الحي بتاع الحفره سبحان الله، يعني نفس المكان مشى فيه 100 ماشيه في الحفره ومشى هو في شخصيه ديفران. الروح حتى مختلفه، روحه مع الاطفال مختلفه تماما، الروح نفسها زي ما قلنا كده ايه مختلفه، الطريقه مختلفه. نيجي بقى لمشهد رائع، مشهد الرقصه، شوف
شفناها مع شينول في الحفرة نفس الرقصة نفس الأغنية نفس كل حاجة، ولكن شخصيتين مختلفتين، نفس الممثل وشخصيتين مختلفتين، أداؤه في الرقصة أصلا مختلف تماما ومغير تماما. يعني نيجي بقى هو بيسمع من صوفي القصة ونظرات الترقب يخرب بيك كده، طفل بيسمع والله طفل، ده رياكشن طفل اللي قدامك ده مع الترقب بتاعه، يا حاجة يعني فوق الوصف بصراحة. قعدته مع العيلة الطاولة، قعدة الطعام شفناها 100 مرة في الحفرة، شفت اللي هو قاعد مع العيلة الكلام وطريقة الكلام حتى مختلف وبشكل كبير جدا، ضحكه مع اخواته هزاره حتى مع اخواته مختلف تماما مع هزاره مثلا مع جمالي مع سليم ايا كان مع فرطو، لا هزار حاجة مختلفة تماما. اصلا زي ما قلنا هو ادى اختصارا كده روح دفران غير روح يا مشكو شوفالي تماما. يا عم حتى شوف طريقة الرومانسية بتاعته مع اسماء، واحنا شفنا له في الحفرة 3 رومانسيات مع سما ومع نهير ومع افسون، شوف حتى طريقة الرومانسية بتاعته مع اسماء مختلفة برضه. يعني شفناه في الحفرة في مشاهد اكشن كتيرة جدا، وشوف بقى مشهد الاكشن بتاعنا العبقري اللي متاخد من الكوميك طبعا، ولكن المشهد خلينا بقى ايه كده ايه في طريقة التمثيل، طريقة التمثيل زي ما قلنا يا مشكو شوفالي واحد نشأ في الدم وده واحد عبقري نشأ في عبقرية، فالاكشن بتاع يا مشكو شوفالي كان اكشن بغضب، الراجل بيغضب اللي هو يعني ايه بيحزق كده في غضب في قوة كده في دم موجود معاه هو بيقتل اكشن بيموت شخصية يا مشكو شوفالي، ولكن في شخصية دفرام تحس انه طفل بيتخانق والله، يعني مشاهده ما فيهاش حتى عنف ما فيهاش غل ما فيهاش حقد، لا هو بيوصل لحاجة عايز يعني يعلمه الادب من الاخر بس. فحتى مشاهد الاكشن دي مختلفة تماما، حركاته في الاكشن رياكشناته اصلا تحس ان هو ما بيضربش بغل ما بيضربش بحقد، لا رياكشنات مختلفة تماما برضو عن اكشنات يا مشكو شوفالي. ابداع راس مبدع 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 يعني. غضبه على اخوه كده وهو بيدور في الاشياء مع الاوبسيشن كده ان هو بيدور عليه يشوف هو مخبي ايه بيعمل ايه، برضو حاجات مغيرة وشفناها برضو مشاهد مشابهة ليه في الحفرة. يعني اللي فات ده كله بقى حمادة واللي جاي ده حمادة تاني خالص بقى، فهنا يبدع وهنا بيكمن اصلا سبب ان انا اعمل الحلقة. شفنا في مسلسل الحفرة موتات كتيرة جدا جدا، وشفنا له صدمات كتيرة جدا جدا، صدمته على موت سنة، صدمته على موت ادريس كشوفالي والتحول لشخص مجنون بعدها، موت سليم موت كمال، يعني موتات كتيرة جدا. نيجي الموتة مختلفة تماما وهو نفس الاخ، لهفته كده ومشيته وهو داخل بصص على اخوه مرمى على الارض وهو مش مصدق اصلا ان هو مرمى على الارض كده، بياخده في حضنه، نبرة صوته صوت عياطه مختلفة، نبرة صوته صوت عياطه كده لما قال له كشك يا ليتني يا ريتني يا لهوي على رد فعله وهو شايله كده لما وقعه على الارض، حتى يعني بكاؤه انهياره يا خبر مختلف تماما، انت ما تقدرش تمسك نفسك من العياط اصلا وقتها، ولما بيقول له حتى تنفس نفسه 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 يا هو اصلا مش قادر يتنفس، يعني هو بيقول له تنفس وهو مش قادر يتنفس. انا كنت هعرض المشاهد دي اتفرج عليها وانا بتكلم بس اصريت ان انا اكتب لاني مش هقدر امسك مشاعري، يعني انا بكيت في المشهد ده جامد، فلو عرضتها لو انا اتفرجت عليها معاكم قدام الكاميرا كده هبكي، فقلت اكتب احسن الكلام اللي انا عايز اقوله بدل ان انا ما اتفرج عليها وهعرض لكم كده كده المشاهد معاها. فهو بيقول له اصلا يتنفس وهو مش قادر مع الصرخه بتاعته، ولما اخوه دخل عليه وبيقول له لا ما تجيش ما تبصش كلمة باكبا 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 أبلا يا عمي باكبا باكبا اتصل بالاسعاف هو اتصدم مش عايز اخوه يتصدم وهو بيعيط كده، لا يعني شفتوا انتوا يعني قارنوا انتوا، انا عايزك تشوف انت يعني انا بأفور، يعني جاوبونا على السؤال ده في الكومنتات، هل انا بأفور انا بقول عليه ان هو مبدع وهو مش مبدع مثلا، هل شايفين ان في اختلاف؟ شوفوا الفرق ما بين الاثنين وفرق ما بين العياطين فرق ما بين يا حسب لكم انتوا تحكموا بصراحه، يعني حاجه ايه ده. وبقول له حلم ده حلم ده كابوس ده، ردة فعل مختلفه والصويت بتاعه والصراخ بتاعه مع عروقه مع يا ابو كابوس كابوس ودمه كابوس ويا نجاس ويا نجاس
يعني هو الراجل يعني تعب من كتر المتاد. راس بلوت انيميلي انا مش عارف هو بيجيب رد فعل المتاد دي كلها منين. رد فعل التاني ياماش غير خالص مع ردود افعال ياماش. عمل يجي 5-6 رياكشنات موت, يجي هنا رياكشن موت مغير تماما مناسب للشخصية دي على فكرة مع انهياره. يعني حتى كان ياماش كوشوفالي رياكشناته قوية شوية لانه هو الراجل الحياة دعكته, انما انت ده الحياة لا. يعني الراجل لسه بيور لسه نقي, فمغيرة تماما خالص. انت لما بتدخل في صدمة في يعني بتلاقي نفسك بتفتح بقك كده غصب عنك. فشوف كده صدمته وهو واقف قدام الجثة مع صدمته مثلا مع سليم, نفس فتحة البق. يعني الراجل كان قاعد مع سليم كده على الارض فتح بقه, وهنا واقف حاطط ايده على راسه مع فتحة بقه مختلفة. يعني ايه الابداع ده, ايه الابداع ده. حتى هو بيقع قدام عيلته بينهار, بتجيله حالة التشنج, تفاصيل حالة التشنج مرعبة. يعني وشه كله احمر, عروق رقبته ظاهرة, وهو بيبص الاسماء وهو بيبص لعيلته. ايه الابداع ده. شفناه بعد موت سنة داخل في نوبة هستيريا لما بيحضن سلطان وبيضحك وسلطان بتضربه بالقلم بتفوقه. نفس المشهد تقريبا لما موبايل بوران علق وخارج وبيقول لها موبايل بوران علق وماشي. تحس ان هو اتجنن, يعني رياكشن بلهاء كده قبل ماشي كده عادي. فكل ده تجنن برضه. كلامه بقى مع صوفي ونظرة الغضب. وهنا بنتكلم بقى زي ما قلنا هي النشأة. ده واحد نشأة بيور, نشأة خالص. ياماش كوشوفالي نشأ في نشأة الدم. شوف نظرة الغضب بتاعت ياماش كوشوفالي عاملة ازاي, ونظرة الغضب بتاعت ديفران عاملة ازاي. نظرة مختلفة. وبيتكلم مع اسماء وبيقول لها انا اصلا ابن الشيطان ده, انا ابن الشيطان. وهو قاعد مع الطاولة ونظرته على الطاولة يلا بينا نبدأ مختلفة تماما. فحلقة مليئة بالتفاصيل. يعني بعد كل ده هل انا بطبل لأراس بلوت انيميلي؟ هل انا فعلا بطبل؟ وهو في الاعلام بقى بيتكلم مع اخوه بيقول له انا يعني من الاخر انا اخويا مات انا بنتقم للعيلة. فاخوه بيقول له فوق يعني مش انت بس. واخوه بيتنرفز عليه وبيتجنن وبيرمي الكرسي. تشوف نظرة دوفران طفل 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 اقسم بالله. يعني لايق على الدور والله جدا. هي دي الشخصية, شخصية بيور كده اللي هو حتى هو بيشوفه حتى هو يعني انا مش عارف اتكلم يخرب بيك كده. حتى هو مصدوم من اخوه يعني. فبالله عليكم انا بأفور, انا بطبل يعني. قولوا لي بعد كل ده مثلا هل انا بطبل؟ انا ممكن اعمل الحلقه اللي انا عملتها دي في كل الحلقات اللي جايه كمان. والله هنلاقي كلام نقوله. يعني ده مش حاجه انا كاتب والله, يعني الكلام مليان اهو كاتب زي ما قلت لكم عشان ما اتفرجش بس قدامي, لاني فعلا مش هقدر امسك. انا يعني وانا بتكلم انا ماسك نفسي مع البكاء في المشاهد الاخيره دي, فما بالك لو عرضتها وشفتها معاكم. فبالله عليكم انا بطبل. هسيب لكم الاجابه بقى انتوا في الكومنتات وتحكموا اذا كنت انا بطبل لأراس بلوت انيميلي ولا لا. ويا ريت بقى تقول لي ايه رايك ايه في الكومنتات. وطبعا الحلقه هتنزل بكره, الحلقه الثانيه اتكلم عنها على طول في انتظارها. يعني فريت لو تعمل لايك وشير للحلقه وتشار الحلقه كده مع صاحبك اللي بيقول لك ان أراس بلوت انيميلي ممثل عادي وان انتوا بتطبلوا لأراس بلوت انيميلي. وريه الحلقه كده ويعني وشوف بقى يعني ايه اثباتات اكتر من كده. وتاكد بقى انك مشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقه الجديده اول ما تنزل. حابب تتابعنا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك, هتلاقي اللينكات كلها في الديسكربشن. واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.